انت ماشي طرف في القضيه، ماشي مطالب بالحق المدني. واه راه زعما القانون باين، قرينا القانون وعارفينه، تبانتي على حقيقتك. اقسم بالله كانت بعض المرات كتجيني واحد العاطفه، كنقول مراه وليا والغيره وهذاك. انا لو كان كنت في بلاصتك وكانت عندي معاه المشاكل الا هاد اللحظه، لان راه في لحظه ضعف حتى تيخرج وديك الساعه بيني وبينه. لكن انت تخليه على غفله وتجيبي باش تزيدي راسك طرف في المدني، وانت ماشي طرف مدني، انت اصلا ماشي طرف في القضيه. عندك شي حاجه ديريها مستقله، هي باش تقولي للعساس ديال الباب ما خلاكش كانه حس بيك، ما خلاكش تدخلي كتقولي له انا راجلي مول، كيقول لك لا لا برا، غير انت ما عندكش الناس. لا كيحلى بافعالك، بافعالك. علاش علاش وعندك معاه الولاد كتقولي باين ولادك؟ اش من ولاد اللي خليتي جايه؟ ما فكرتيش في امين، ما فكرتيش في ادم، ما فكرتيش فاطمه الزهراء في يسرى؟ جايه بكل جراه، علاش كتقولي لي ما تخرجيش تهضري تردي عليها؟ وهذا التصرف ما كيتردش عليه، داروا له هكاك ضد فيا انا، وهزوا له الفيديو اللي انا دافعت فيها، قالهم لبنى جايه تكملي. ولكن باذن الله ندير عليه 20 محامي، نبيع اللي قدامي واللي ورايا. انا كنت راخيه على القضيه، ولكن ملي دخلتي انت بغيتي تدخلي راسك طرف، انا اش ضره لضره، صافي.